لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أثارت مباراة الجزائر الأخيرة موجة من الانتقادات، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي 0-0. المباراة جاءت متوسطة من الفريقين لكن دون كرات خطيرة على المرمى، وقد اعترف المدرب الجزائري جمال بالماضي على التعادل السلبي وقال: محاربو الصحراء لم ينجحوا في هز الشباك خلال المباراة الأولى ضمن رحلة الدفاع عن لقبهم في البطولة القارية، واعترف بالماضي أن الظروف الجوية التي صاحبت المباراة من درجة حرارة مرتفعة ورطوبة أثرت على أداء لاعبيه، كونها جرت ظهيرة أمس الثلاثاء، وفوجئ بالماضي في الندوة الصحفية بسؤال من صحفي من ساحل العاج حول إن كان سيتفوق المنتخب الجزائري لو تغيرت الظروف وأجريت المباراة في أجواء مناخية مناسبة، وأجاب المدرب بالماضي: لا أعرف إذا كنت قد تحدثت كثيرا عن الظروف المناخية، لقد قلت إن علينا التأقلم مع هذا الوضع. هذا وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لملابس المنتخب الجزائري بعد نهاية مباراة الجزائر وسيراليون، وتظهر على الملابس بعض البقع السوداء، وقال البعض أن هذه أوساخ، فيما قال البعض الآخر أن هذا سحر. من وجهة نظرك ماذا تعتقد أن تكون هذه البقع؟ اكتب رأيك في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.